بونسوار. الطقس المتقلب عم بيرجع يسيطر على أغلبية المناطق للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وصوركم كمان عم توصلنا على أكاونت الإنستغرام والفيتشر تي في أبليكيشن. بذكركم إنه موضوع هيدا الشهر هو البيت التراثي، وبس صورة واحدة عم تربح معنا جايزة بكل آخر شهر. مثل العادة وقبل ما نوصل على طقس لبنان، خلينا نشوف كيف رح تكون الحرارة ببعض الدول العربية المجاورة. بنبلش جولتنا مع القاهرة 32، تونس 29، خرطوم 42 درجة، بغداد 38، القدس 26، المنامة 35 درجة، والختام بالدول العربية مع الكويت 38، الدوحة 41، أما رياض 38 درجة. نرجع على طقس لبنان، عم بيكون الجو العام غائم جزئيا مع احتمال لتساقط امطار بالليل بالمناطق الداخليه. على الساحل الحراره عم تتراوح بين 15 و 27 درجه، بالجبل عم توصل اقصاها ل 21 اما ادناها ل 14 درجه، اما بالداخل عم تتراوح بين 12 و 28 درجه. بالتفاصيل خلينا نشوف كيف رح تكون الحراره ببعض المناطق والضياع اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 24، طرابلس 25، الارز 14، الكوره 25 درجه، الهرمل 23، القاع 22، بعلبك 21، رياء 20 درجة. بجولتنا منوصل عجبال 25، فريا 20، جوني وبعبدا 27 درجة، وبيروت كمان بتسجل 27 درجة مع طقس غائم جزئيا. زحلة 24، شتورة 26، عنجر 25، مشغرة 26 درجة، جزين 24، رشية 23، مرجعيون 22، بنت جبال 24 درجة، والختام بجنوب مع صيدا 24، أما سور وكانا 25 درجة. كيف رح يكون الطقس للثلاث أيام الجايين؟ بنشوف سوا. بنبلش مع بكرة الخميس، مثل ما ذكرنا أنه عم بيكون في عنا تساقط أمطار بالليل بالمناطق الداخلية مع حرارة بتتراوح بين 17 و 27 درجة، الرتوبة بتسجل 66%، أما سرعة الرياح بتوصل ل 16 كيلومتر بالساعة. مثل ما شايفين عم تنخفض الحرارة للجمعة والسبت، الجمعة بتتراوح بين 17 و 26، اما السبت عم توصل اقصاها ل 24، اما ادناها ل 19 درجه. على المرتفعات عم بيكون في عندنا ضباب، اما على ارتفاع 1850 متر الحراره عم تتراوح بين 9 وال 14 درجه. بعثوا لنا صوركم على اكونت الانستغرام الفيوتشر تي في ابلكيشن، واكيد شو ما كان طقسكم المفضل لاقونا على طول على المستقبل.